الحمد لله، حملة مباركة مولوية تنشكر سيدنا عليها. حاجة مزيان، نتمنوا ترجع الحياة كي كانت. سيدنا الله ينصرو دار هذه المبادرة، زعما الله يجازيه بخير. وهذا دليل على أن المغرب الحمد لله يعني في أمان. وتنصح أي واحد أنه يمشي يدير التلقيح. باقي موصلش ل 75 سنة ولا قبلوني أنا حاليا، مرحبا أنا الأول. لا لا، وإن شاء الله تكون بداية ديال الرجوع للمغرب للحياة العادية إن شاء الله. رأي ديالك في الحملة الوطنية؟ الحمد لله، حملة مباركة مولوية تنشكر سيدنا عليها، وإن شاء الله تكون بداية ديال الرجوع للمغرب للحياة العادية إن شاء الله، وتبعد عنا هذه الجائحة بصفة نهائية إن شاء الله. نتمنى الله إن شاء الله ما نبقاوش نشوفوا حتى شي هذا تشي شر ان شاء الله في المستقبل. درت القاحه مستدين ان شاء الله، ملي غادي يوصلني الوقت ان شاء الله. استاذي، تكلمنا على الحمله الوطنيه في القاحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي هذه الحمله مهمه ومهمه بزاف بالنسبه للشعب كامل المغربي، لان بحكم ان التلقيح هو ضروري، وضروري بالنسبه لاننا الا بغينا نعاودوا نرجعوا للحياه ديالنا، للحياه ديالنا العاديه. يعني كيف تشوف بان الحياه واقفه، ما كاينش مشاغل، ما كاينش شغل، ما كاينش مجموعه المسائل. علاش؟ على ودات القضيه ديال الفيروس اللي كاين. بمعنى ان التلقيح، الى كل واحد دار التلقيح وانه ما بقاش، ماشي غنقولوا ما بقاتش كورونا، ولكن خاصات كنقولوا ليها رغم التلقيح خصنا نديروا احتياطات ديالنا، وخصنا نديروا الوقايه ديالنا، باش ان شاء الله ان المسيره انها تكمل، وان المغرب انه يزيد القدام، وان الشغل يكون. لان بصراحه المجموعه ديال الناس اللي وقفه الحال ديالهم، يعني لا من ناحيه الشغل ولا من ناحيه المعيشه ديالهم ولا من ناحيه ديال يعني التلقيح ضروري، وضروري جدا. وتنصح اي واحد انه يمشي يدير التلقيح، وما يقولش لا، ودير التلقيح وخاصنا نديرو. اخي، شنو الراي ديالك في الحمله الوطنيه للتلقيح اللي اطال الانطلاقه ديالها جلاله الملك؟ بالنسبه للحمله، كيبان ليا انه مزيان، حاجه مزيان، نتمنوا ترجع الحياه كي كانت. وهذا الوضع اللي حنا جالسين فيه، عينا من كورونا، عينا من اننا الكمامات ونفس الظروف كنعاودوها. هادشي ديك انت اخي دير التلقيح اللي جاتك فرصه. بالطبع ندير تلقيح، راه هاي ديال الجيش ويديروا الموظفين ويديروا كل شيء، انا غادي ندير تلقيح ان شاء الله. وكنظن بلي ان شاء الله غادي ترجع المياه الى مجاريها. نتمنوا خير، راه ضروري على الفعاليه ديال التلقيح، لانه غادي يكون مجدي، غيكون فعال ان شاء الله. في الحمله الوطنيه التلقيح اللي اعطى الانطلاقه ديالها جلاله الملك، هذه الحمله في صالح الشعب، لان دابا هذا المرض، هذا كوفيد 19، دار واحد المشاكل كثيره في المجتمع، و من الناحيه الاقتصاديه، من ناحيه الناس ما بقاتش لقات الخدمه، هذا الكوفيد نفسيا وماديا. يعني هذا الله ينصرو سيدنا، الله ينصرو دار هذه المبادره، زعما الله يجازيه بخير. وعاود هذا تلقيح مجاني، يعني في صالح المجتمع المغربي، وكان نطلبوا للناس يديروا هذا التلقيح، لان في صالحهم، وغيحيد لينا هذا المشكل اللي دابا الله يسر عالمي، ماشي دابا حنا اللي كنقاسيو منه، راه زعما العالم كله كيقاسي من هذا المشكل ديال كوفيد 19. ونطلبوا من الله يدير شي تاولد الخير، ونطلبوا من الشعب المغربي يلبي هذه المبادره هذه، ويكون التلقيح للناس كلها، زعما هذا والكمال لله. بنادم راه كاع ما هذاك ما غنموتوا، ماشي انا سميتو غنبقاو فيها ديما، يعني راه الدوام لله سبحانه وتعالى. شنو الراي ديالك في الحمله الوطنيه التلقيح اللي عطى انطلاقه ديالها جلاله الملك؟ أي حملة الوطنية التلقيح التي سيعطي يوم إن شاء الله تلقتها صاحب جلالة نصره الله، ستكون لما حالة، يعني انطلاقة يعني فعلية وحقيقية، على اعتبار أن جلالة الملك حفظه الله يتعهد
شخصيا بهذه الحملة وبتوفير من بدايتها جلب يعني التلقيح سواء من أسطى زينيكا أو سينوفار من الصين الشعبية، وهذا دليل على أن المغرب الحمد لله يعني في أمان وفي استقرار، وستكون حملة يعني الحمد لله إن شاء الله في كامل صلاحيتها ونجاحها. والحملة اللي قام بها سيدنا الله ينصره فهي حملة ممتازة، أكيد فهي ممتازة لصالح المواطن المغربي. من طبيعة الحال إلى أنا باقي موصل كما قالوا 75 سنة ولا قبلوني أنا حاليا، مرحبا أنا الأول، لا لازم أنا ندير اللقاح من دابا، لا لكن ممكن لماذا؟ شنو الفئات العمريه اللي مسموح لهم يديروا اللقاح؟ راه قالوها في الاخبار، الناس ديال الصحه على 40 سنه، والناس ديال السلطات على حسب 45 سنه وما فوق 75 سنه. انا باقي ما وصلتش 75 سنه ولا استدعوني بغوني نديروا ندير اللقاح، فهو يعني مزيان غادي يحميني ويحمي وليداتي ويحمي حتى المغاربه كاملين. تنظن هذه مسألة مهمة بزاف للمواطن المغربي. أنا كنتمنى اليوم يمشيو يديروا اللقاح أحسن، هذاك هو الدول الوحيد اللي كاين دابا حاليا. والحمد لله أنت كتشوف الفرصة جات عندنا المغرب، رحنا أول دولة إفريقية اللي جاتنا اللقاح. فسيدنا خدم الله ينصرو، رحنا الأولين. راه إفريقيا ما كانت حتى شي واحد ليه راه خدم، راه واحد المجهود كبير دار سيدنا ودارت الحكومة المغربية بزنا اللقاح. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.